فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم انتهى إلى قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه كان حريصا على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما في مسجد، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يذهب ويصلي بقومه. فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة، والفريضة هي التي أداها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.